ما هي أسباب هجرة معظم الكفاءات إلى خارج اليمن؟ وما مخاطر أن تهاجر هذه العقول في هذا الوقت بالذات؟ هل يمكن أن تعود هذه الكفاءة والعقول المنتجة إلى اليمن بعد انتهاء الحرب؟ وكيف يمكن لها أن تسهم إسهاماً واضحاً وفاعلاً في صياغة مستقبل البلاد؟ أصبحت اليمن إذن في ظل الانقلاب والحرب بيئة طاردة للكفاءة العلمية والعقول المبدعة أكثر من أي وقت مضى. اضطر آلاف من هذه الشريحة للهجرة من اليمن والبحث عن أوطان بديلة تمنحهم ما تمنوه يوما ما. تمتلئ جامعات العالم ومستشفياتها ومراكزها المختلفة بالكوادر اليمنية المؤهلة، أطباء، أكاديميون، مخترعون وأدباء يشار لهم بالبنان في المحافل الدولية، يملأهم حنين لبلادهم، ذلك الحنين الذي يحمله اليمني أينما حل وارتحل. ولكن تصدهم أسوار عالية عناوينها الانقلاب والحرب والتآمر على البلد. كيف نجحت هذه النماذج في المهجر؟ ما هو موقعها في خارطة اليمن الآن ومستقبلا؟ يغيبون عن البلاد التي لهم فيها جذور، تبرز أسماؤهم كنجوم يشار إليهم بالبنان. يتم تعريفهم يمنيين هاجروا موطنهم بحثا عن ذاتهم في أرض المهجر. هم العقول المهاجرة، ليسوا كالطيور لكنهم يتشابهون معها في الحنين. بين فترة وأخرى يلوح اسم يمني يحصد جائزة أو ينال مرتبة علمية، وفي أغلب البلدان التي قطعت شوطا في التقدم لليمنيين بصمات فيها في مجال الطب وفي مجال الأبحاث العلمية أو في مجال الهندسة المالية والتخصصات الدقيقة والنادرة. أسماء كثيرة برزت إلى الواجهة العلمية العالمية وحققت أرقاما قياسية وحضورا حظي باهتمام ومتابعة واسعة وإنجازات وإضافات علمية أقل ما يمكن وصفها بالعبقرية التي تركت بصمة يمنية مهمة في ذاكرة العلم والعالم. الدكتور بسام علي حميد من محافظة حضرموت، واحد من تلك العقول اليمنية المهاجرة في ألمانيا، حاصل على شهادة الدكتوراه في علم الأدوية التطبيقية والتخصص في الباطنية والقلب والطوارئ وإنقاذ الحياة. قرابة 20 مليون مواطن من الكفاءات في الشرق الأوسط مهاجرون في مختلف بقاع العالم. تحتل اليمن مرتبة متقدما في تصدير عقولها للخارج من بين الدول العربية مع فلسطين والعراق والجزائر وسوريا والأردن ولبنان. تقول الدراسات إن شريحة الأطباء من أكثر الشرائح هجرة من بين بقية الكفاءات في اليمن، وتحديدا بعد عاصفة الحزم ارتفعت نسبة البطالة بين الشباب اليمني بوتيرة متسارعة للغاية، علما بأنها كانت مرتفعة للغاية حتى قبل عاصفة الحزم، وكانت تصل إلى نسبة قدرها 52% بحسب أرقام الأمم المتحدة. وسائل العيش وظروف العمل والمناخ التعليمي الثلاثية التي يعدها مراقبون سببا رئيسا لهجرة العقل اليمني وحرمان اليمن مجتمعا ودولة من تلك العقول التي يذهب عطاؤها خارج حدود المكان اليمني وخارج حدود الزمان أيضا. مجددا ترحب بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه الحلقة من المساء اليمني التي نستضيف فيها الدكتور بسام حميد. أهلا بك دكتور بسام، أنت طبيب. نبدأ بداية بإعطاء سيرة ذاتية. دكتور بسام، أنت حصل على دكتوراه في الطب البشري من ألمانيا، حصل أيضا على البورد الألماني في طب الطوارئ والبورد الألماني في طب الباطنة وكذلك في طب القلب، فضلا عن مؤهلات أيضا في طب القلب التداخلي. هذه أهلا وسهلا بك دكتور. حلقة اليوم ستكون مختلفة عن كل يوم، ربما ندخل فيها بعض الجوانب الشخصية أيضا وجوانب متعلقة بالطب وهجرة الكفاءات. دكتور أهلا وسهلا بك. الله يحييك. في البداية أود أن أشكر كل القائمين على هذه القناة وعلى هذه الاستضافة الكريمة. أهلا وسهلا. ولو كنت أتمنى أن تكون في بلدنا الحبيب في اليمن، ولكن إن شاء الله في الأيام القادمة بتكون أفضل. ستكون بإذن الله حلقة في ذات يوم إذن في البلاد.
دكتور، دعنا نبدأ من ناحية شخصية. لماذا دخلت الطب؟ كيف كانت بدايات هذه المرحلة من حياتك؟ البدايات كانت من الطفولة. طبعاً كطفل الحلم أن أصبح طبيب، أعالج الناس، أخفف من آلامهم، إلى جانب التشجيع اللي لقيته من الأهل، من الأصدقاء، برضو من المدرسة لما عرفوا أن عندي هذا الميول لهذا المجال. فما كان بي إلا أن أجتهد. الاجتهاد هذا ابتدى من المدرسة الابتدائية، لأن كان عندي هذا الهدف. نحن نتحدث عن ما قبل الوحدة. نعم، هذه الفترة كانت نعم فترة نعم الثمانينات تقريبا. نعم، هذه فترة الثمانينات، وهي في اليمن الجنوبي سابقا. طبعا المدرسة الابتدائية والمدرسة الثانوية زرتها في مدينة المكلا. أنا أصلا من مواليد مدينة الشحر، بحكم ظروف عمل الوالد انتقلنا إلى المكلا. فطبعا لقيت التشجيع، إلى جانب أن المزاج العام كان يشجع كل مجتهد في الدراسة. فعلى المستوى المدارس الابتدائية كان في هناك تنافس، مش بس على مستوى الصف، إنما برضو على مستوى المدارس. حتى كانت تعقد بشكل منتظم مسابقات تنافسية بين الصفوف الدراسية في المدارس المختلفة، وهذه كانت تعزز ربما ثقة الطالب بنفسه، ويعني تدخل له المجال لأن يحلم بتخصص ما. بالضبط. كان الطب بالنسبة لك دكتور؟ نعم، كان الطب. وكان هذه المزاج العام وهذه الظروف طبعا كانت تساعد على الاجتهاد كطفل. هناك جوانب ممكن تجذبك، تأثر عليك، اللعب وغيره، تشتت الانتباه. تشتت عن الحلم. بالضبط، تشتت الانتباه. ولكن المحيط كان يشجعني على أن أواصل في هذا المجال وأن أتبع هذا الهدف اللي كان أخذته لنفسي وحددته. طيب، لنفسي. كانت ألمانيا إذن، ذهبت إلى هناك لدراسة الطب. كيف كانت البدايات؟ هل واجهت صعوبة في دخول الطب في ذلك الحين؟ طبعا الصعوبة تكمن في الآتي، أنه بعد إنهاء الثانوية العامة اضطريت أن أعمل التجنيد الإجباري في الجنوب. في ذاك الفترة كان سنتين. طبعا التجنيد الإجباري والحياة العسكرية تأخذك تماما من الحياة العلمية. فبعد إنهاء الخدمة العسكرية بأسابيع سافرنا إلى ألمانيا لبدء الدراسة. فكان في البداية صعوبة كبيرة جدا، أولا للتأقلم مع المجتمع، ثانيا الغربة، ثالثا أن تجد الطريق للكتاب مرة أخرى بعد ما كنا بعد سنتين من التجنيد من الحياة العسكرية. بالضبط. هذه الفترة نتحدث عن بداية التسعينات ربما. بالضبط. كانت بالضبط. هناك أيضا أحداث عالمية أثرت على طبيعة دراستك ربما، أثرت حتى على الجميع، حتى على ألمانيا البلد الذي ذهبت تدرس فيه. بالضبط. يعني على المستوى العربي كان في حرب العراق في التسعين. حتى في كان خطورة أن المنح الدراسية كلها تلغى لدواعي عسكرية في ذاك الفترة. ولكن الله سخر لنا الناس، شجعوا نحن ويسروا الأمور وسرحنا من الخدمة العسكرية في ذاك الفترة حتى نتمكن من مواصلة دراستنا في ألمانيا. طبعا ألمانيا الموحدة بعد. بالضبط. يعني كان السفر قبل الوحدة أم بعد الوحدة؟ في هذه المرحلة، في مرحلة الوحدة. ف 1990 بالضبط في 7 سبتمبر هذه التاريخ ما بنساه. كانت رحلتنا إلى ألمانيا، كان مجموعة من كان مننا مجموعة
طلعنا من اليمن الجنوبي سابقا، وصلنا إلى ألمانيا، فكان الأمور مرتبة. في البداية كان في تخوف لأن الدولة أو جمهورية ألمانيا الديمقراطية ما كانتش موجودة، ولكن منظمة أكاديمية تكفلت بتمويل الدراسة وإلى أن أتممناها استمرت. طيب يعني في ذلك الوقت، وهي نقطة ربما متعلقة بموضوع الحلقة العام، لماذا كانت فكرة الهجرة في ذلك الوقت؟ فقط لغرض الدراسة كنت أفكر أن تذهب ثم تعود إلى داخل البلاد للإسهام المجتمعي، أم أن كانت الفكرة أن هذه فرصة للانطلاق إلى الخارج في ذلك الوقت؟ بدرجة أساسية كان للتعليم، يعني في هذاك المرحلة ما كانش في النية للهجرة بحد ذاتها، لأن أنا بطبعي عاطفي، أنتمي للأسرة، أحب اللمة العائلية والحاجات دي، كان درجة أساسية للتحصيل العلمي. للتحصيل العلمي. نعم. إذا ما الذي تغير بعد انتهاء يعني سنوات الدراسة الأولى؟ طبعا على المستوى اليمني تمت الوحدة، وفي هناك تغيرات في النظام التعليمي، في النظام الاجتماعي على مستوى مختلف المستويات. فبعد انهاء الدراسة تمكنت في او تحصلت على الفرصة في ألمانيا ان اعمل الدكتوراه في مجال علوم الأدوية التطبيقية. بعدها كنت احلم او اتوق اني التحق بجامعة حضرموت، لأن في ذاك الفترة كان في زخمها، ولما سمعت في ذاك الفترة أنه في عندهم نقص في هذا المجال كان هناك احتياج، كان في احتياج، فشجعني أن أقدم في ذاك الفترة، ولكن الله لم يشهد. يعني عدت إلى حضرموت؟ نعم قدمت، طلب أني ألتحق بالجامعة، ولكن هذا في أي عام كان؟ ربما في عام 2003-2004، يعني بعد ما عملت الدكتوراه الأولي. عدت بعد ذلك إلى ألمانيا؟ نعم عدت بعد ذلك إلى ألمانيا. ففي هذه الفترة أنا ما قطعت كل الاتصال بألمانيا بالناس يعني الوسط الطبي بالطلاب هناك، أيضا طلعت على تواصل معهم. ف بالتوازي قدمت علشان اشوف اذا كان في فرصه بالالتحاق بالجامعه في المكلا. ف لظروف مختلفه لم يتم التوفيق، ظليت بعد ان انهيت المرحله البحثيه في جامعه يينا ودرست فيها، التحقت باحدى المستشفيات فاعطتني الفرصه. وفي هذيك الفتره كان الوضع يختلف بالنسبه للاطباء عن الوقت الحالي. يعني في ذاك الفترة أنك تحصل على وظيفة كطبيب صعب جدا في ألمانيا. في ألمانيا نعم. الآن الوضع اختلف نوعا ما بحكم التغيير الديموغرافي في نواحي الطبية أو في الأطباء. هذا كطالب من خارج ألمانيا أم بشكل عام كان في ذلك الوقت كانت هناك صعوبات؟ كان بشكل عام. بشكل عام. بشكل عام كان في صعوبات ان اللي دارس الطب انه يحصل مكان يشتغل فيه كطبيب. طيب قبل ان يعني نركز يعني بشكل كبير في المانيا، تجربه في المانيا، تحدثت عن اسباب معينه لعدم عودتك الى حضرموت، ما كانت طبيعه السبب الرئيسي لعدم قدرتك على العمل هناك في حضرموت، في جامعه حضرموت المعلن على الأقل؟ يعني يعني بعد ما قدمت الأوراق عملت مقابلة، بس ما كانش في أداك الترحيب، يعني بحكم أنه توقعت انه ما دام هذا المجال كان في مفتوح احتياج كان ممكن الواحد يقول اوكي في شخص من البلد ممكن يسد المكان ده،
بس ما كانش في هذا الترحيب. في المقابل كان عندي الفرصة برضو في ألمانيا، فكان الاختيار أما أختار حاجة مش أكيدة أو أختار حاجة أنا أكيد اللي في ألمانيا. طيب الآن بعد ما مرت هذه السنوات، نتحدث من 2003 إلى الآن، كيف كانت الرحلة جميعها؟ ما الذي حدث للدكتور بسام حميد خلال هذه الأعوام كلها؟ طبعا في السنوات دي اهتميت بدرجة أساسية بالتحصيل العلمي، يعني بمجالي بالموازاة مع العمل. طبعا هو في النظام الألماني أنه في اتجاهين مفصول، اللي هو البحثي اللي هو أنك تحصل على لقب أكاديمي دكتور أو بروفيسور، وفي الثاني اللي هو الوظيفي اللي هو تحصل على البوردات أو التخصصات. فأنا ركزت بدرجة أساسية بحكم على الناحية المهنية، بحكم قسطرة القلب فيها شيء من الفنية، يعني أنه طب باطني لكن يجمع بين الباطني بين النظري والتطبيق. التطبيق يعني بمعنى أنه يتطلب شيء من الحرفية، خبرة فنية باليد تكون، ليست نظرية فقط. بالضبط يعني. هذا هو، أنه مش بس أفحص مريض وأكتب له أدوية، إنما برضو حاجات أعملها بيدي. فلاحظت أن مجال القسطرة، الدعامات والشبكات والطرق المختلفة، أنها مجال تستهويني، فأصبحت أطور من نفسي بهذا المجال. بهذا المجال دائما أتواصل مع الزملاء الآخرين، إيش الطرق الحديثة، نقاشات، إيش ممكن، حتى لو في حالات صعبة معقدة الواحد بنفسه رغم الخبرة الكبيرة ما يقدرش يتخذ فيها قرار، إذا كان يرسل المريض هذا إلى عملية قلب مفتوح أو ممكن يعملها بقسطرة. في مبدأ اللي هو الهارد تيم، أنه تتم مناقشة الحالة مع الزملاء من جراحة القلب أو جراحة القلب، نقول عندي الحالة كذا وكذا وكذا وكذا، فيتم اختيار العلاج الأنسب لها. طبعا هذا بالنسبة لي وسع من خبراتي، لأن أصبحت بس ما أشوف التخصص القلب من الناحية الباطنية، إنما مكنني برضو من خلال النقاشات هذه أن أشوف أمراض القلب برضو من الناحية الجراحية، يعني إيش الممكن وإيش غير الممكن، إلى جانب طبعا الدراسات اللي موجودة وكل شيء. يعني إلى الآن رحلة تمتد ل18 عاما تقريبا خارج اليمن في مجال الطب، دراسة وتطبيقا وبحثا أيضا. برأيك هل اختلفت الأوضاع يعني الآن بالنسبة لطبيب أو طالب طب يريد أن يخرج أو يريد أن يدرس بداية ثم يمارس مهنته يمني، عما كانت عليه قبل 17 عاما أو 18 عاما برأيك؟ يعني لو فيه ممكن، بس علشان يكون ناجح لابد يكون في عنده مواصفات معينة، أولها الانضباط، حب المهنة، وأنه لابد يكون عارف إيش يبغى، هدف واضح. هدف واضح. طيب برأيك دكتور، يعني دعنا قبل ذلك أرحب بمن ينضم إلينا الآن، الدكتور مروان الغفوري الطبيب والكاتب الذي ينضم لنا عبر الهاتف من ألمانيا، وأعرف أن هناك ربما علاقة تجمعكما. أهلا بك دكتور مروان معنا. مرحبا بك وبضيفك الدكتور العظيم بسام حميد. أنا سعيد، أنا بتابع الحلقة من كم دقيقة، من ساعة ما بدأت، ومبسوط من الحوار اللي يجري. يا اهلا وسهلا بك دكتور. اذا يعني هناك جوانب كثيره في يعني في سياق الحديث عن الطب، في سياق الحديث ليس فقط عن طبعا الجوانب العلميه المختلفه، الكفاءات العلميه اليمنيه. دكتور انت في المانيا، الدكتور ايضا في المانيا وان كان هو الان معنا الان في الاستوديو، هناك كثيرون مثلكم ايضا في الخارج، تتعدد الاسباب، البلد في حرب ايضا، لماذا برايك
يستمر موضوع هجرة الكفاءات والعقول إلى خارج البلد، وهي تحتاج إلى الكثير من الكفاءات والعقول بداخلها خاصة مع وضع الحرب؟ هي طبعا في 2009 كان في تقرير لوزارة التخطيط، تقرير مخيف بيقول أنه عدد اليمنيين في الخارج بيبلغ حوالي 7,300,000، وطبعا هي تغريبة بتتفوق على التغريبة الفلسطينية، إذا كنا بنعلم أنه عدد الفلسطينيين في الخارج ما بين 6 ملايين ونصف 7 ملايين. من هذه النسبة العظيمة أكثر من 7 مليون شخص، لابد أن تعرف أن هناك نسبة عالية جدا، عالية الكفاءة، نسبة احترافية هائلة موجودة في كل مكان في العالم. وأنا لدي إحساس عظيم، يعني ضيفك الدكتور بسام حميد من أواخر من بداية التسعينات إلى الآن وهو في ألمانيا، ولكن أنا من علاقتي الشخصية بدكتور حميد قبل سنة زار أهله في حضرموت، ودارت بيننا نقاشات مطولة، لأنه بسام حميد عاد من حضرموت، الرجل الألماني الذي يعيش في ألمانيا منذ قرابة 30 عام، عاد وهو لديه استعداد نصف الطريق 50% أنه يعود إلى بلده فيما لو تحسنت الظروف. فأنا أعتقد أنه لم يكن هذا موقف الدكتور بسام حميد، وإنما أسمع ألاحظ مثل هذا الصدى على مدار الأيام، لأن الغربة هي عبارة عن زي ما يقول ألمان كالتهايمات، وطن بارد في كل مكان لكل الناس. في 2010 كنت في ماليزيا، وبدأت في ماليزيا بحث دكتوراه لم أكمله لأني انتقلت إلى ألمانيا لأسباب تقنية معقدة. كان النقاش يجري في 2010 في ماليزيا في كوالالمبور، كانت أطروحة حزب أمنه أنه في مشروعهم ووسان 2020، أنه في 2000 لدينا الآن 22,000 ماليزي حاصلون على الدكتوراه، ولدينا منزلين بالأرقام لدينا كذا ماليزي محترف حامل شهادة عليا موجودين في دول أوروبا ودول أمريكا. ما هي الإجراءات التي ستتخذها الدولة، أو ما هي الأطروحة، أو ما هو البرنامج الذي يقترح الحزب لاستعادة الجزء الأكبر من الماليزيين المهاجرين في كل مكان في العالم؟ بمعنى أنه الموضوع لا يترك فقط للاندفاع العاطفي الشخصي البحت، وإنما أيضا لابد أن تكون هناك استراتيجية معينة لاستعادة العقول المهاجرة واستيعابها للاستفادة منها الاستفادة القصوى. ولكن في هذه اللحظة تحديدا الليلة ونحن بنقف على حافة الهاوية أمام بلد ممزق بكل الاتجاهات، من الصعب أن نتحدث عن استعادة العقول المهاجرة. طبعا كان في 2000 ونحن شوف في لحظة خروجنا في ما بيسميه الألمان اللي هو شتندنول أو الساعة صفر، هو لحظة خروج الألمان من الحرب العالمية الثانية. نحن في اليمن ستكون لحظة الشتندنول تبعنا، لحظة خروجنا من الكارثة، خروجنا من هذه الأزمة المعقدة، ستكون هي الساعة صفر بالنسبة لنا. وفي تلك اللحظة سيطرح هذا السؤال، كيف سيبنى هذا البلد، وما هي الكفاءات اليمنية الموجودة في كل مكان في العالم؟ من المؤسف أن اليمن أنه الحكومة اليمنية سواء الحالية بهشاشتها وشتاتها أو ما قبلها لم يكن لديها تصور، لم يكن لديها صورة واضحة عن قوتها الناعمة الموجودة خارج اليمن، وهي قوة بتعدل. كنت أسمع دائما من عبد الهادي العزعلي صديقنا ونحن في مصر إن عقلا واحدا يكفي يعادل بئرة من النفط. لذلك نحن فعلا، لكن اللي أستطيع أن أؤكده أنه لك شخصيا وللمشاهدين أن الغربة هي وطن بارد، ولا يوجد أحد قادر على أن يعيش في الغربة إلى ما لا نهاية. حتى إدوارد تعيد عاد إلى بلدي على نعش. طيب يعني في المقابل دكتور، وهناك اتهامات ربما لمن هم يخرجون إلى خارج البلاد، هذه أنقلها إلى دكتور بسام. دكتور، هناك من يتهم أن من يذهب إلى الخارج لا يمكن أن يعود لأن الوضع الاقتصادي في البلاد ليس بذات الوضع، ما تجنون يعني المبلغ المادي الذي تأخذه في ألمانيا مثلا أو في أي مكان آخر سيكون أكبر مما ستأخذونه مثلا في اليمن، وكذلك الخدمات، الحياة مختلفة. هناك اتهامات حقيقية في لمن يخرج بأنه ينسجم مع الحياة الخارجية، في يعني الحياة في البلاد الأخرى. كيف تنظر إلى هذه النقطة دكتور؟ بالنسبة للحافز والدافع المادي فأعترض عليه، يعني أنه مش الدافع الأساسي.
اللي اضطر نحن للغربة. أنا ما في أمور أخرى اللي هي طبيعة الحياة، النظام الاجتماعي، سهولتها، الأمان، بشكل عام الحياة المنظمة، نمط الحياة، نمط الحياة مختلف اللي نتمنى أنه يسود في كل، مش بس في بلادنا، في كل الدول العربية. هذا هو الهدف الأساسي. ربما البنية التحتية أيضا، سواء في طبعًا مجالات الطب، طبعًا هذا في كله مجالات الأخرى أيضا، هذا كله يلعب دور. يعني أنا لما كنت أعود لليمن أبغى أمارس مهنتي زي ما تعلمتها، فهناك مثلا في عمليات معقدة، في أجهزة حديثة غالية الثمن، باهظة الثمن، ما يقدرش عليها المواطن اليمني البسيط. يعني هنا نتطرق للبنية التحتية، يعني برضو التركيبة الصحية. ليش ما نقوم أو تقوم مثلا النقابات بعمل التأمين الصحي، يشكل حماية نوعا ما للإنسان اليمني اللي هو أصلا اقتصاديا منهك، علشان نحن لما نجي بخبراتنا نقدم هذه الأشياء. يعني في مجال القلب مثلا في أجهزة معقدة، مثلا في تغيير صمامات القلب، في الآن ممكن نعملها بصورة تداخلية، بس العملية تكلف أكثر من 30,000 يورو، وهذا ما لا يمكن أن يتم تحمله في بلد مثل اليمن في هذه الظروف. هذا فهذا برضو نوع أو عائق أن نحن ما نقدرش نجي إلى مجتمع وتختلف تركيبته تماما من كل النواحي عن المجتمع اللي تعلمنا فيه ونشأنا فيه طبيا، ونبغى نظهر كل إبداعاتنا. مفهوم. طيب دكتور، يعني هذه أنقلها النقطة إلى دكتور مروان. دكتور، الآن يعني نحن أمام ورطة، يعني الوضع في البلاد صعب، ليست هناك كفاءات، يعني هناك بكل تأكيد كفاءات، لكن الكفاءات الأكثر ربما تهاجر إلى خارج البلاد، وهناك لها طموحات شخصية، حتى نتحدث عن جوانب مادية أيضا، طموحات في ذات المجال، سواء طبي، يعني اقتصادي، إعلامي إلى آخره. كيف يمكن الموائمة ما بين هذه الطموحات بالنسبة الشخصية بالنسبة لمن يهاجر، وما بين تحسين الوضع بداخل البلاد؟ وإذا غابت هذه العقول، من سيحسن الوضع بداخل البلاد في نهاية المطاف؟ هذا سؤال في غاية التعقيد. لا، الدافع المالي وراء الغربة في بعض من، يعني أنا بإمكاني أن أفهم أن الذين يسافرون إلى الإمارات أو المكاعب السعودية لممارسة مهنة الطب كواحدة من أو أي مهنة مشابهة، يبحثون في المقام الأول عن تحسين حالة، عن وضع مادي أفضل بدرجة كبيرة. لكن في دول مستقرة مثل الدول الأوروبية، داخل النظام الصحي المتوقع عليه الراهن النظام الطبي الرأسمالي، الدافع المالي ليس عاملا مركزيا، لكن هناك ما هو أهم من الدافع المالي، وهو أن الإحساس بالأمن، أن تمتلك رقم واحد أمنك، اثنين تمتلك كرامتك، ثلاثة أنت في مثل هذه الدول أنت قادر على أن تنظر إلى 10 سنين و15 سنة، وأنت قادر تتخيل شكلك حياتك بشكل ما وحياة أسرتك ضمن إطار ما، بمعنى أنك قادر على أن تنظر إلى 4 سنين و10 سنين، وهذا هو العامل الحاسم، بمعنى أنك في مثل هذه الدول قادر على أن تتخيل وضع حياتك على المدى المتوسط والمدى البعيد، وهذا ما لا يتوفر مثلا في الدول الخليجية التي تمنحك وبشكل أكيوت بشكل حاد عائدا ماديا، لكنها تجعل المستقبل على بعد 5 سنوات و10 سنوات أمامك غاية في العتامة. ده موضوع. موضوع الثاني، هناك ما هو السوشيال كابيتال، وده موضوع في غاية الأهمية، ما هو أهم كمان من استقرارك أنت والمايكرو فاميلي أو أنت وأسرتك المجهرية الصغيرة.
وهو احنا بنعيش حاله في غايه التعقيد، مش انا ولا الدكتور حميد، اي مغترب في العالم، وهي loss of social capital، فقدان الراس مال الاجتماعي، ان تمشي بسيارتك في مدينه لمده 4 و5 ساعات، مدينه غريبه عليك، تبحث عن شخص تلقي عليه التحيه فلا تجد. لذلك كان العرب قدامى يقولون لعن الله بلادا ليس فيها عربه. وده موضوع، هذا موضوع في غايه الاهميه، بمعنى انه في لحظه من اللحظات اذا حدثت انفراجة في بلدك ستجد اناس اندفعوا بشكل تلقائي يعني وعادوا الى بلدانهم. مثلا ما الذي دفع دكتور مرموق وشخصيه مستقره على المستوى الاكاديمي والمستوى المعرفي والمهني مثل الدكتور ايوب الحمادي الذي عاد في لحظه من اللحظات في 2013 الى اليمن لانه طرح اسمه كشخص مرشح لقياده الحكومه واستطاع فجاه ان يتخلى، كان مستعد انه يتخلى عن وضعه، عن كرسيه البحث في الجامعه وعن ابحاثه ويعود الى اليمن لكي يشتغل في واحده من دول العالم الثالث، معنى ان يهبط من السماء الى الارض بالمعنى العملي. لانه هناك حنين اخر بعيد عن ما اكثر عمق في الذات البشريه يعني من الهاجس المادي، وهو السوشيال كابيتال، احساسك بحثك عن اجتماعك الشخصي عن اناس انت قادر انك تتبادل معهم اللعب والضحكه والنكته، وانك يوم من الايام عايز تمشي الصباح علشان تلقي التحيه على امك وعلى ابوك. الغربه لا توفر مثل هذه بين قوسين الجنة حقيقي. طيب لكن دكتور أنت يعني تتحدث ولك نوعا ما هموم سياسية أو لك ارتباط وتتعامل مع يعني ما يحصل في البلاد بشكل أو بآخر تكتب عنه، هناك من يذهب إلى هناك وربما لا يشاركك نفس هذه الاهتمامات، كيف يمكن له أن يعني ينجح في الربط مع البلد مع اليمن وهو معزول عنها، ربما أيضا تطبع بطباع هذه البلاد التي هو فيها الآن؟ شوف، في مثل هذه البلدان المستقرة، في بلد مثل ألمانيا هناك 42 مليون موظف و54 مليون سيارة، بمعنى أنه في مثل هذا البلد من الصعوبة بمكان أن يتحول الشخص المهني إلى نجم بالغ الأفق يعني معروف على كل الصعد. إذا كنت مثلا خلينا نقول إنه شخصية الدكتور أيوب الحمادي هو معروف مثلا كان على مستوى مكان بحث، الدكتور بسام حميد معروف في المدينة اللي إحنا فيها ومعروف في المدن اللي حواليها كواحد من أهم من أنبغ وأكثر الدكاترة الموهوبين في طب القلب، مش العارفين بطب القلب. حميد بيمتاز بما هو أهم من المعرفة وهو الحدس والخيال، وهذا ما عرف به في المنطقة هنا. هذا الشخص واحد مثل الدكتور حميد فيما لو استقرت الأمور وعاد إلى اليمن سيحصل على ما هو أهم من السوشيال، من الرأسمال الاجتماعي، على ما هو أهم من الرأسمال المادي، على ما هو أهم من التقدير المادي لخبراته، سيحصل على الشرف، على التقدير اللي هو محتاجه. بمعنى أن العقول المهاجرة سيعود جزء كبير منها يوم من الأيام إلى بلدها بحثا عن ما كان يسميه أفلاطون أزمة الفيض، أزمة التاريخ، اللي هو بيبحث كل شخص عن اعتراف الناس بمهاراته. في بريطانيا أو في فرنسا أو في ألمانيا مهما كنت مبدعا ستحصل على اعتراف مقابل إبداعك، اعتراف محدود المستوى، وهذا لا يرضي شغفك للشرف اللي جواك، وهذا الشغف بالشرف سيجعل الناس فعلا من ضمن العوامل اللي حتدفع الناس لأنها تعود لبلدها. لذلك مثلا ما فيش كان البروف اللي كان مشرف على 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 مشروع الدكتوراه في ماليزيا كان بيقول أنا حصلت على الدكتوراه من جامعة ليدز في إنجلترا وطلبوا مني أن أبقى لكي أعمل في الجامعة ولكني رفضت لأنه لدي بلد جميل ومستقر ولدي أناس قادرين على أنهم يقدروا ما أقدمه. هكذا كان بيقول لي بالحرف الواحد. لذلك في جملة أنا تعلمتها زمان من الكتب القديمة إنه بتقول ابنها ولا سوف يأتون، ابنها ولا سوف يأتون، ثبتها وأمنها وابنيها وكل الناس حتعود. شكرا دكتور مروان الغفوري على يعني هذه نقطة ربما نخلص بها من هذه المداخلة، ثبتها وهم سيأتون. شكرا لك دكتور مروان، كنت معنا عبر الهاتف من ألمانيا. دكتور بسام،
الهم بالنسبة للمغترب لابد أنه موجود بالنسبة يعني لما يجري في بلده وكذا، حتى وإن كان يرغب في البعد عن السياسة يعني ربما. هل هناك نوع من التفكير لأفكار تخرج البلاد؟ يعني نوع من الاجتماع، أنتم في الخارج في ألمانيا تجتمعون لتناقشوا كيف يمكن أن نمضي بالبلاد قدما، أن نكون اتحادا ما، ناديا ما يرتبط باليمن، بمن هم موجودين في اليمن وليست لديهم ربما الفرصة لكن لديهم الارتباط الأكثر مع الهم اليومي بداخل البلاد، كيف تتعاملوا مع هذه المسألة؟ طبعا البلاد تشكل هم كبير بالنسبة لنا، والحلول مهما كان إذا بنقدمها أو شيء فربما ما تكونش مسنودة على الحقائق في الواقع لأن احنا عايشين برا. طبعا تتم نقاشات كثيرة برضه مع الدكتور مروان بحكم ميوله السياسية وكل شيء، ف برضه من خلال تجربتنا ومشاهدتنا لبلدان مختلفة انه ما فيش حل الا ان نتعايش مع بعض بأي طريقة كانت، فكل طرف لابد ان يعمل خطوة لاتجاه الآخر عشان نخرج من المأزق ده، لأنه ما حدش مستفيد، في أطفال تيتمت، بلد دمرت، نحن برضو تغربنا أكثر، بلادنا بعدت كثير، ربما صعبة العودة إليها لأن أكثر من أي وقت مضى. صعبة العودة نعم، برضو حد من ناحية السفر الارتباط بالعائلة ما أصبحش بالدرجة السهل اللي كان موجود عليها، فأتمنى من القائمين أو السياسيين أنهم رافة بهذا البلد أن يوجدوا حل ويخرجون منها. طيب هل من السهولة بمكان إذا ما استقرت الأوضاع الآن في اليمن أن يعني العودة ومحاولة رفع يعني محاولة رفع المستوى يعني الخدمات في البلاد، الطب، الهندسة، الاقتصاد إلى آخره من هذه الأشياء، أم أن هناك أيضا معركة مؤجلة إلى المستقبل حتى وإن انتهت المشاكل الآن؟ يعني عندي شخصيا في التزام أخلاقي نحو وطني، التوقيت متى هذا الدين برجعه للوطن يعتمد على ظروف مختلفة ويتطلب قرار شجاع، برضو العودة بعد هذه السنين في الغربة تتطلب برضو قرار شجاع ربما مش موجود في الوقت الحالي، ربما لأن الظروف ما تشجعش على اتخاذ القرار هذا، لكن أخلاقيا في التزام نحو هذا الوطن وإن شاء الله في أقرب فرصة. إذا ما كانش في إن احنا نقوم بالمساهمة كأطباء فعلى الأقل إن احنا نعلم من سيحمل الرأي، يعني إن احنا نعلم من اليمنيين بحيث إنهم يستفيدوا ويفيدوا من العلم هذا اللي تعلمناه في الخارج. طيب دكتور في نقطة أخرى، يعني الآن كثيرون يشكون من أن الحلول التي تصنع للبلد لا تؤخذ وجهات النظر التي يعني للناس الذين بنوا كفاءتهم يعني بنوا خبراتهم في الخارج وكفاءتهم وهم لديهم هذا الشغف ب يعني وهذا الإحساس بالدين تجاه الوطن يعني في نهاية المطاف. هل برأيك هناك أسباب معينة لذلك أم أنها هي النظرة إلى من سافر فقد يعني نجا بنفسه؟ هذه النظرة أنانية، لأنه إلى جانب الانتماء فهنا فالأهل برضه في البلد يعيشوا هذه الظروف، تمام؟ يعني لما والدك يتصل فيك
ويقول لك انه عنده مرض الفلاني او تعبان كذا او كذا وكذا والظروف والكهرباء ومش عارف ايش وده، فانت تتالم رغم ان حياتك الحمد لله ميسره ومسهله. فانت تعايش ما يعيشه الناس، لانه جزء منك من اهلك عايشين لازالوا في اليمن، يعني ارتباطك مش ارتباط بس لانك ولدت في المنطقه هذه، انما ارتباط يمتدي لاجيال. التزامي لما اشوف ابناء اخواني او ابناء اختي اقول ليش ما حدش يفكر في مستقبل الاطفال هذول؟ ليش نخرب وطننا؟ يعني لكل القائمين أن أمامنا مسؤولية أن احنا نسلم الوطن هذا على الأقل زي ما استلمناه من أجدادنا، ما نخربوش لمصالح مش عارف. أنا أشوفها كلها فانية، ستنتهي في يوم من الأيام. طيب دكتور، يعني الآن الجهات السياسية صاحبة الأمر أو الجهات ذات العلاقة، يعني التكنوقراط في البلد ممن يحكمون الآن، هل لهم تواصل معكم ككفاءات في الخارج للاستفادة ولتطوير الوضع في داخل البلاد؟ معي شخصياً لا، يعني زي ما قلت قبل المقابلة أنا إنسان بتعطب يعني لما أشترك في الأمور السياسية أو بصورة فاعلة، يعني أنا أقصد مثلا حتى السفارة اليمنية مثلا في ألمانيا مثلا، ألا يعني تقيم مثلا اجتماعات للجالية ممن لديهم الكفاءات والخبرة لمحاولة تفكير بكيف يمكن الاستفادة من خبراتهم في البلد في اليمن؟ يعني مش عارف، هذا الأمر لا يتوفر، ربما أيضا حتى صعوبة مش عارف يعني أنا ما ربما يمكن الدكتور مروان بيكون أعلم مني في النقطة دي، لكن على مستواي الشخصي لا، ما فيش أي تواصل أو في هذه النقطة. طيب برأيك دكتور، يعني الآن ما هي النقاط التي إذا ما تحققت يمكن للدكتور بسام حميد أن يعود إلى اليمن؟ الاستقرار والأمان هذا شيء أساسي. لما ترجع طبعا شيء مهم انه الان لما الواحد يكون عنده اطفال وعائله فما يفكرش بشخصه بس، انا ما افكر برضه بالعائله بالاطفال بالاولاد. صحيح. اي محيط بيعيشوه، فعلشان اتخذ قرار بالعوده الى اليمن ان يكون الوضع مستقر وان يكون امن وامان. يعني النقطتان الاساسيه. الجانب الثاني طبعا اللي نحن كلنا المفروض نسهم فيه انه بناء نظام صحي اجتماعي تدريسي، الى جانب برضو الصحفيين والاعلام ان يقوم بالتوعيه مثلا على مستوى الطب. اللي لاحظته انه في ازمه ثقه بين المريض والدكتور اليمني يعني بشكل عام، هذا واضح بخروج كثير للعلاج في الخارج. بالضبط. يا حبذا انه مثلا في الجامعات الوطنيه تقوم بدراسه هذه الحاله، ايش الاسباب بالضبط؟ تمام. انا رايي انه الاسباب من الجانبين، يعني مش بس المريض، انما برضه الدكتور برضه يتحمل جزء من المسؤوليه في هذا الخلل. بس علشان نبني نستحق استقرار أمن وأمان، إلى جانب طبعا يكون في شفافية ويكون في نية صادقة تجاه هذا الوطن، تجاه الوطن. نعم، أشكرك جزيل الشكر دكتور بسام حميد على تواجدك معنا في هذه الحلقة. أنا سعيد جدا حقيقة بتواجدك معنا وبالخروج من
عمل السياسة اليومي وكذا، يعني الحديث في هكذا يعطي نوع من التفاؤل في المستقبل الذي تهمشه كثيرا السياسة. أهلا وسهلا بك ضيفنا عزيزا علينا دكتور، حياكم الله. كما والشكر لك. يا أهلا وسهلا دكتور. كما والشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة والإنصات. في ختام هذه الحلقة تقبلوا تحياتي وتحيات طاقم العمل الفني والتحريري، إلى اللقاء.